Hello everyone, today we'll have a new video. Stay tuned! Just a second, what did you say? Is it new or new? It's new. New video. New video. لا صدقني والله ده شغلتي وانا فاهم كويس. It's new video عليا. New video عليا؟ اه. طيب, let's about find out if it's new ولا new. It's new man. ماشي؟ هنشوف. النهاردة هنتكلم على ست فروقات ما بين ال American English وال British English. الفروقات اللي هنتكلم عليها النهاردة هتبقى فروقات في ال pronunciation أو في النطق, تمام؟ مش هنتكلم على فروقات في ال grammar أو أي حاجة تانية, لأن دي هيبقى ليها موضوع تاني وفيديو تاني نتناوله فيها إن شاء الله. أول فرق معانا هو الكلمات في الإنجليش اللي مقطعين أو تلاتة وبتتكون وآخرها ORY أو ARY. كلمات آخرها ARY زي قاموس في الإنجليش. في البريتش إنجليش بنقول dictionary, لكن في الأمريكان بنقول dictionary. عسكري military في البريتش, لكن في الأمريكان military. شايفين بنتكى على A في الأمريكان إنجليش, لكن ما بنحذفها تقريبا في البريتش إنجليش. عندنا كمان ORY زي مثلا كلمة مخزن أو مخزون inventory في البريتش إنجليش, لكن في الأمريكان inventory بنتكى على ORY والARY. تاني حاجة, لو عندنا consonant وبعدين vowel وبعدين consonant, يعني حرف ثابت وبعدين حرف متحرك اللي هو ال O وبعدين عندنا consonant, أغلب الكلمات اللي هتظهر ديت في البريتش إنجليش احنا بننطق ال O طبيعية, فبنقول مثلا في كلمات زي not لكن بنقولها American not, بنفتحها لكن بنقول hot American hot, بنقول a lot. If not, they must return home. We are not there yet, sadly. Not. الموضوع في ال transcription اللي هيظهر عندك دوت هو اللي لما تلاقيه في القاموس مش موجود في ال American English لكن موجود في ال British English. دايما لما بتلاقيه بتحول الكلمة ما بين American وما بين British. ال R عندنا في ال American بننطق ال R زي ايه؟ زي كلمة مثلا father. In British, لكن في ال British English ما بتتنطقش وبتبقى جاية في آخر كلام زي father. كلمة تانية زي brother أو bother. لكن في ال British English بنقول bother. في كمان لو عندنا ال R وجاء بعدها consonant في وسط الكلام زي مثلا عمل في ال English بنقول في ال British work, لكن في ال American work بتتنطق ال R. It reflects the hard work of many in this room today. Great, great people that work so hard. Hard. Work. كمان الكلمات في الانجليزي فيها تركيبة دي أو تركيبات دي AS أو AF أو ANCE أو ATH. Advance لكن في الأمريكان بنقول Advance. Laugh في البريتش إنجليش لكن في الأمريكان In American we say laugh. بنقول في البريتش إنجليش Bath لكن في الأمريكان Path. On behalf. في الأمريكان إنجليش في حاجة اسمها flap T. ال T بتتنطق slide D أو D خفيفة. لما T بتقع ما بين vowel two vowel sounds يعني صوتين متحركين, طبعا الموضوع ده ليه exceptions. عاوز تعرف أكتر عن الموضوع دوت هسيب فيديو أو لينك الفيديو تاني بتاعي عن flap T بالتفصيل. لكن في البريتش انجلش الكلمة ال T بتتنطق زي ما هي او ليها نطق تاني هنعرفه دلوقتي, بس خلينا نبتدي في الكلمات مع بعض. في البريتش انجلش بنقول later لكن في الامريكان بانجلش later. في البريتش انجلش بنقول better لكن في الامريكان انجلش بنقول better. في البريتش انجلش بنقول matter لكن في الامريكان انجلش matter. Thirsty people are getting clean water. Live power lines and deep water. 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 في نقطة تاني في البريتش انجلش للكلمات لما تيجي تقع ما بين vowel sounds في حاجة اسمها glottal stop. عارفين شقة في اللغة العربية الفصحى بنقول عليها ايه؟ شقة. صوت الهمزة دوت هو اللي اسمه glottal stop في الانجلش, فبنقول بقى لقى. الكلمات في الانجلش اللي فيها TU او DU في نفس المقطع في البريتش انجلش بنقول U لكن في الامريكان انجلش بنقول U بس. زي مثلا كلمة tube في البريتش انجلش لكن في الامريكان student في البريتش انجلش لكن في الامريكان student. في كلمه ثانيه زي
فيها دي يو زي كلمة duty duty في البريتش انجلش أو حان duty بس بنقول duty أكتر لكن في الأمريكان duty كآخر كلمة معنا كلمة ينتج بنقول في الأمريكان انجلش produce produce لكن في البريتش produce في الأمريكان produce produce about our civic duty civic duty duty بس بصي سيبك انت برضو ما فيش احسن من الايجيبشن انجلش يعني هنقول later ولا هنقول later later انت فاهمه حاجات زي كده see you later يا جماعه يلا بينا مع السلامه سلام